والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة احنا ده نقول آية واحدة ونمشي. الله قال في القرآن يا جماعة في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى قال الزول في الآية دي بيفلح لما نعمل ثلاثة حاجات: يدعو للخير ويأمر بالمعروف وينهى عن شنو؟ عن المنكر. واخواننا ديل ناس شيخ يسري واحمد التوم وباقي الشباب ديل ابن تيمية وفلان وفلان، الناس اللي بيجوا يتكلموا ديل هنا احسبهم والله حسيبهم، جو يبلغوا الناس التوحيد. والشباب القاعدين ديل والله والله الذي رفع السماء. انا مشيت هناك وجيت متكيف جدا، خاصة من الشابين ديل، شايف ناس قاعدين بهدوم المدرسة قاعدين يحضروا في الدين، شباب واقفين، شباب عندهم غير على الدين. اخونا ده وينه؟ بطاقية ده قبل شوية كان واقف هنا، دي جو هايجين بيجاي. اخونا ده تحرك من محله جه ماشي بغادي. ديل نفرين، عمك ده مستحضر زي المرة المطلقة. ده الأول. الثاني ده قاعد في نص البصل زي الأقاشي ذاك بجنبه، شفت كيف؟ عشان أوريك الحاصل النازل يا بكورك وكذي. نحن البلد دي شفت ابني وذاك بيقعد أنا بصوفي ذاك زي الكونتاك قاعد برضو بكورك، شايف الحاصل؟ النازل كلهم إن شاء الله نحن بنجي نجيهم. والشباب ديل دارين الدين، دارين الله قال والرسول عليه الصلاة والسلام قال نحسمون الله حسيمون. والدعوة دي والله يا صوفي جوا نخرتك تمش وجوا أضانك تمش وجوا خشمك تخد جوا كذي، دي شط، دي اسمها شطة والإبريك فضة، تفهم العاصل؟ حارة شديدة، الشغل ده حار شديد في نهاية المطاف. والدعوة دي نحن الحارقك شنو؟ قلنا لك أبقى زينا، ما قلنا لك أبقى زينا. الناس زي المسلمين، قلنا لو نمسكوا في الله الخلق السماء، في صوفي خلق للسماء؟ أسألكم بالله، الصوفي ذاته الخلق منه؟ مش الله سبحانه وتعالى؟ نازل متناقضين، ده بقى جاي قال قولوا الله قال والرسول قال، ولو نص ساعه ولا ربع ساعه ايه ما جابها، ولا قل والله احد ما جابها، يكورك وجيبوا الله قال. واخونا ده جاب له قريب 20 ايه وقريب 10 احاديث. ولذلك نحن يا جماعه ماذا نضيع زمن الناس؟ الناس يا اختي تمسك بالله يا اخي، الله ده كريم يا اخي، الله ده لطيف يا اخي، الله ده رحمن رحيم. انت زعلان ليه يا اخي؟ نحن جيناك يا اخي نذكرك، ونحن ما افضل منك. والذي رفع السماء بغير عمد ترونا، الليله دي لو قالوا لي انا افضل من الشافع ده والله وان شاء الله اخش النار، انا جوا في قراره نفسي ما افضل من الشافع ده. والله الذي لا اله غيره، ولا شايفين نفسنا احسن من الناس ولا افضل منهم ولا عند الله مكانتنا اعظم منهم، ناس ضعفاء ومساكين وما عندنا شيء. ده انا اذكر المسلمين ده يا اخي بيحبوا الدين يا اخي، ناس جايين يا اخي من الشغل تعبانين وقاعدين يسمعوا في الدين، ناس في العربيه من بعيد بيسمعوا. الركشة داسي فيها مرة قاعدة تسمع، مرة قاعدة تسمع في الدين. انت زور راجل بدل تحمي دين الله وتفرح اكشفوا اهل الضلال واهل الباطل، انت تزعل يا اخي وتكورك يا اخي؟ دارين الله قال والرسول قال، ما قلنا الله قال؟ ما يتكلموا في الناس؟ الله نزل سورة كاملة اسمها سورة الناس. اخر سورة في القرآن سورة شنو؟ اسألكم بالله اخر سورة في القرآن سورة شنو؟ مو سورة الناس؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وشنو؟ الله قال لك في ناس تقول أعوذ بالله منهم في الآية دي ذاته، في السورة دي زي ده ذاته، نحسب زي ده ذاته. والله الذي لا إله غيره، أنت يا أخي زعلان ليه يا أخي؟ أنت بغضبك الدين؟ وبعدين تقول لي ما أتكلموا في الصوفية وما أتكلموا في ديل الصوفية، أساوي لله يا أخي؟ أنت ما تزعل لله؟ زول بيقول ذراعي يدي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمدت راحتي. زول بيقول كلام زي ده، ده في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية تاع الطريقة القادرية، صوفية ولا ما صوفية؟ وده ذاته اللي بيصرخ ده. أسألكم بالله لو أخوه والدم وأبوه البرضع سوا شال قروشه في الميراث بيفتح بلاغ ولا ما بيفتح بلاغ؟ افتح ويقول قروشي شال أخوي وما بخليه بفتح في بلاغ، أنت أخوك في قروش بتفتح في بلاغ؟ زول سائل الله أعظم لك الله ولا قروشك دي؟
ليه ما بتفتح في بلاغ؟ انا داير اعرف ده ليه ما بيمشي يقول في بتاع حجبات بيجاي يقبضوه؟ ليه في زول عتر بدل ينادي الله نادى الشيخ؟ زول في الصلاه يا مسلمين يا مسلمون في الصلاه يقول اياك نعبد واياك شنو نستعين؟ في داعي يمرق من الجامعه عتر يقول يا ود حسونه من المدفونه الدفنه من ذاته ودفنوا شنو ذاته؟ ياخذ كله هوس النازل والله دارين يعلقوك ببشر في النهايه، وبشر بياكل ويشرب ويمشي الحمام، انا ده بتعلق به؟ يا الحسن من المحن والبدر من الفقر، هنا سبب الفقر ذاته في البلد دي، والله بلد كلها زراعه يا خسي كان حفرت هنا تقوم زراعه، ليه ما نحن تعبانين؟ لانه حرب مع الله سبحانه وتعالى، لانه خلق الكون ما مقتنعين به، لسه يشيلوا في التراب يسفوا فيه، سكر يا اخي يا زاكي انكترت فيه. تسف في التراب يا اخي زي الشافع كاكا تسف فيه يا اخي نم نم تاكل في التراب بيعمل لك شنو وتمشي يا اخي المره توديها للشيخ دار لي جنى مره عليك الله انا الراجل سايب اودي مرتي لي راجل اقول له اديها جنى اديها جنى كيف يعني كذا فسروا انتوا انا في داعي افسر وانتوا داعي تقصروا ما بداعي في النفرين ولذلك الموضوع واضح جدا يا جماعه ودي دعوتنا والليله اللي يقول ميكروفونات ماف الاسبوع الجاي نجي نرخيك بالميكروفونات دي ان شاء الله شفتها نكشفك كدي ردم لما قلبك يجيب شفتها وكلمة الله هي العليا جوا اضانك عرفت الكلام ده والشغلة دي ماشية والله اصلا ما بتوقفها نساوين هذيلك يا اخ بيسمعني يا اخ نساوين يا اخ واحد يتلفح في توبة وتسمع في الدين انت راجل ما قادر تتحمل الدين يا اخ تصرخ وتكورك بيجاي وكذا والموضوع ده طويل ان شاء الله ونحن بنجي نواصل فيه الى ان نلقى الله تعالى وانا والله في ختام الكلمه دي والله اشكركم جد اسال الله كلكم يرحمكم ويغفر لنا كلنا سيئاتنا ويتجاوز عننا ومعاصينا وقفتكم دي لنصرة الدين والتوحيد والسنه اسال الله يغفر للجد ابشنب وابدقم كلهم جزاكم الله خير بارك الله فيكم صلى الله وسلم على